لا ليفغيزون كاينه في كازا بالمجان. تمر سول 30 درهم. 30 درهم هذا؟ اه 30 درهم. اذا اليوم شوفوا لي البروكار الريشه اللي غتاخذوا ب 70 درهم في محلات اخرين، اليوم غيبقى لكم غير ب 30 درهم فقط. 30 درهم كل شيء. وشوفوا النواغ البنات ديالو شحال كيحمق ما شاء الله. شوفوا لي شوفوا لي البنات، شوفوا شي حاجه ديفيرون على داكشي اللي كنشوفوه ما شاء الله. اه زوميلي مش حاجه غزاله غزاله تبارك الله. شوفوا لي الخدمه، شوفوا لي يعني داك لابغيونس راها في التوب مخيطه معاه، راه ماشي مرشوشه ولا شي حاجه. اخيرا زواقه بقى جديده دي الله يخليك. هذه زواقه جديده هذه صراحه عمري ما شفتها. هو الطوب ديالو على هذا الشكل، وكاينه هذه هذا الرماج ديالو هذا. اه حتى الرماج مختلف اللي كنشوفه. وكاينه الورده على الشكل، والورده بطبيعه الحال ما شاء الله غزال غزال. كاينه هذه ديالو اللي خيطه خطيره ما شاء الله. التخريج هذا في المخده نص نص. اييه وهذا لي الورده، وكاين الكريدي. ها الكريدي ديالو حتى هو ما شاء الله النواق. راه قبيله شتينا شي معنا قبيله ما طلعت شي حاجه. البنات يلا جيت قبيله لقيتهم يلا كيجمعوا له واحد السيد ما شاء الله شي حاجه طوب دايره فيه الماطلاسي هذا زغزال ما شاء الله. الصالون ديالو البنات راه كيجي رائع 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 بالكرونجه رائع ما شاء الله. شي حاجه زوينه غزاله. حتى السيال اي ورينا السيال ديالو. شوفوا لي السيال بالذهبي حتى هو ما يمكنش البنات. شوفوا لي الزواقه شي حاجه رائعه شي حاجه زوينه. كاين حتى الكرونه. شوفوا لي الغوج شي حاجه زوينه غزاله. هذا الموديل هذا حتى هو البنات فن ما شاء الله. كاين الخضر الملكي شي حاجه. حتى الخضر الملكي ديالو الخضر الملكي. هانتوما زويقات البنات اللي ما دايعين. شوفوا لي الباج اولا الذهبي واو البنات ما شاء الله. هذا شي حاجه زوينه روعة 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 ما شاء الله. وكاين السامبل هو الرماج. اي الرماج ديالو. شوفوا ليا. هذا غزال هذا غزال غزال البنات. هذا يطلع صالون روعة ما شاء الله. عليكم متتبعات قناة غزالة برستيج، مرحبا بنا. اليوم البنات كنتواجدوا في الأناسي بالضبط عند من طلام أم فروشة عبد الغني اللي تبارك الله كلشي الناس اللي جاو تقدموا من عنده واللي خيطوا عنده كذلك حتى هما شكروه. ومعنا اليوم خويا عبد الكريم. السلام بخير. داير لاباس عليك؟ بخير. انت اللي غتبدا معنا اليوم ان شاء الله، انت اللي غتخدم معنا ان شاء الله. مرحبا بالمتابعين ديالك. بارك الله فيك اخويا عبد الكريم. كاين الحوته كيف العاده. اييه قبل نذكروا اخويا عبد الكريم باللي لا ليفغيزون كاينه في كازا بالمجان. بالمجان. الارسال بالمجان في كازا. خارج كازا راه جميع كاين جميع المدن طبيعه الحال، ولكن في كازا البنات راه بالمجان. وثاني حاجه راه كتخيطوا يعني الناس اللي خداو التوب يمكن لهم تخدموا لهم الصالون ديالهم كامل تصيفطوا لهم كامل مكمول كيف ما شفت دابا تبارك الله. راه جمعوا لي كوموند ديال الناس. وثالث حاجه البنات علاش هما دايرين اثمنه مناسبه كتسولوني؟ علاش ديما كنقول لكم ارخص محل؟ لانه ما عندهم مصنع ديالهم. مصنع حيت نصاوب داك الشيء الراس فوالا هذاك الشيء علاش. غير باش نوضحوا بال الثمن تمشي بالجمله داكشي باش الثمن بالجمله تقريبا يعني التقسيط بالجمله. زوينه هذه. هو تيدير بحال ديال 40 تيدير 60 درهم 70 درهم. اييه حنا دايرين ليه 40 درهم. 40 درهم يعني دابا البنات كيف غتشوفوا معنا طليمطات اللي غتلقاهم ب 70 درهم 60 درهم 80 درهم عند مفروشه عبد الغني غير ب 40 درهم. يلا نبداو على بركه الله باش غادي نبداو اخويا عبد الكريم اليوم ان شاء الله. بالبروكار شي حاجه زوينه كاين هذا الجديد. كاين هذا الريشه. شوفوا لي الريشه هاد البلوسيير كاين فيه الطوب ديالو. كاين الطوب وكاين حتى الباج. الباج فيه ثلاثة لوينات تبارك الله. ثلاثة لوينات والثمن سول 30 درهم. 30 درهم هذا؟ 30 درهم. اذا اليوم شوفوا لي البروكار الريشه اللي غتاخذوا ب 70 درهم في محلات اخرين، اليوم غيبقى لكم غير ب 30 درهم فقط. 30 درهم كل شيء فرش. الثمنه ديال المصنع البنات كيف ما قلت لكم الثمن غتاخذوا تقريبا ثمن الجمله. ثمن الجمله. والتوصيل في كازا كيف ما قلت لكم راه بالمجان. شوفوا لي اش غندوزو دابا خويا عبد الكريم. كاين هاد البروكار شي حاجه زوينه. هي هي ورينا الزواقات. كاين الباج ديالها. شوفوا لي الباج ديالها ما شاء الله. شوفوا لي شوفوا لي لابغيونس ديال التوبه البنات. كاين هاد الطليميطه وكاين هاد الطروه ديالها. اييه الطروه ديالها تمشي على السامبل بحال ما تشكل. شوفوا لي السامبل ديالها. وكاين الورده المخده بحال ما تشكل على شكل التاج هادي. هانتوما شوفوا لي التاج. وكاين حتى الطوب ديالها شي حاجه زوينه ما شاء الله.
الزواقه هذه هي اللي قلتي لي كتمشي عندكم بزاف كيطلبوها بزاف الناس بزاف شي حاجه زوينه. الثوب ديالها راه غلا يدني. صبن ورد نشوفوا الظهر ديالو خويا عبد الكريم. شوفوا لي انتوما صبن ورد وشوفوا لي راه غلا يد الثوب. غلا وكاينه هاد الطميطه ديالها على اييه شكل الرماج. الرماج شوفوا لي وكاينه الورده ديالها هي الخطيه. انتوما ما شاء الله البنات شوفوا لي لابغيونس ديال الثوب شي حاجه زوينه. والقريها هو حتى هو البنات دائما تروا بياس اخويا عبد الكريم. كلشي فيه تروا بياس. شوفوا لي انا نقرب لكم باش تشوفوا ما شاء الله خدمه غزاله ونقيه. حاجه زوينه الثوب ديالو راه غليظ غليظ الثوب ديالو كيف ما قلت لكم صبني وردي. كاينه هذيك الطميطه وكاينه كاينه الورده وهذا الثمن ديالو شحال يبقى؟ الثمن نحسب لكم 40 درهم. هذا 40 درهم. ثمن الجمله. هذا بثمن الجمله 40 درهم ثمن الجمله لان هذا كيف ما قلت لكم غتلقاه في بلايص اخرين ابتداء من 70 درهم كاين اللي داير ليه حتى 90 درهم. 90 درهم حنا دايرين ليه ثمن الجمله باش تمشي بالجمله. من المصنع تاخذوا بثمن الجمله. وكاينه الزواقه اخرى شي حاجه زوينه. يلا ندوزو نشوفوها. الزواقه البنات غزاله هذه واو. الفاج ديالها بالذهبي. شوفوا لي الطوغي. الثوب ديالو راه غلي. شوفوا لي الثوب كيفاش دايره البنات لاكاليتي. شوفوا لي الفاج بالذهبي هذا الرماج بحال ما هذا الشكل ما شاء الله شي حاجه طوب. هنا الورده ديالها ها هي الورده ديالها. نشوفوا الورده ديالها شكل التاج. شوفوا لي التاج ديالها هذه المخده غزاله ما شاء الله. هذه البنات دخلوا ليها مخده هكا في البوردو ولا هذا البوردو ولا الذهبي فوالا يجيكم صالون خطير. وكاين الكري ديالها وفينا. شوفوا لي الكري غادي اللون ديالو بحال الموف. هذا الكري الكري شي حاجه زوين هذا ما شاء الله غزاله. وكاينه هاد الطميطه بحال ما هادشي الرماج ديالو كاينه شوفوا لي الورده ديالو حتى هو في مخدومه ماشي دائما تروا بياس البنات. شوفوا لي شوفوا لي هو مخده هنايا بحال هذا الشكل وفاصه ديريه نص نص وتخليه اي شوفوا كيفاش جغزال شي حاجه زوينه. عنده واحد الغوف لي زوين هذا البنات هو كري ولكن كيبان لكم بحال الموف. كاين الخياطه حتى هي راه ثمن زوين في الخياطه عندكم الخياطه تبارك الله كتخيطوا ثمن زوين ابتداء عندكم من الخياطه من 10 دراهم من 10 دراهم يلا البنات من 10 دراهم الخياطه وعزينتي هي الموديل اللي بغيتي والخدمه اللي بغيتي كاين المجدول بروميان تبارك الله كتخدموا بالبروميان بروميان شي حاجه مزيانه يلا يعني الصالون اللي غادي يدوم لك ان شاء الله. شوفوا لي لوسيال شي حاجه زوينه. شوفوا لي السيال ديالو ما شاء الله. ها انتم البنات عشاق السيال. شوفوا لي العريسات اللي مقبلين ان شاء الله على هكا باغيين يفرشوا ديورهم ها انتم السيال. شوفوا لي لوينات كيحمقوا الرماج ديالو حتى هو انتوما ما شاء الله غير مرتب في شي حاجه زوينه وصل لشي مخيط يعني ماشي مرشوش ولا شي حاجه لا صبني وردي وشوفوا لي الورده ديالو ها هي ما شاء الله. بالنسبه لهذا الثمن ديالو خويا عبد الكريم الثمن ديالو حتى هو 40 40 درهم حتى هو يلا بدينا ب 30 درهم وتبارك الله هذا حتى هو 40 درهم. الطوب ديالو وفين هو شوفوا لي الطوب عشاق الطوب فينكم الطوب ديالو شي حاجه واعره رائع رائع ما شاء الله. وكاين السامبل اللي بغيتي تدخل تسامبل شي شوفوا لي السامبل السامبل تا هو بالنسبه للسامبل الثمن ديالو هذا الاونتيطاج تا هو 30 35 35 درهم الاونتيطاج البنات 35 درهم. وكاين هذا الرماج ديالو ولا شفتو لي طوب كيبقى شي حاجه كلاس. وكاين الورده ديالو هي الخديه ما شاء الله تا هو دائما 40 درهم ما شاء الله. شوفوا لي البنات غير ب 40 درهم ماشي يمكن لك تقضي في البروكار يعني شي حاجه كاليتي وغزاله وثمن مناسب والصالون يطلع لك رخيص شي حاجه. هذاك الشيء اللي كنقول لكم البنات ديالو راه غلا شي حاجه زوينه. ها علاش انا كنسمي ارخص محل على هذا الشيء لان تبارك الله كتاخذي لاكاليتي وكتاخذي في نفس الوقت الثمن مناسب يعني كتاخذي ثمن اللي ما غتلقاهش بلاصه اخرى شي حاجه زوينه. يلا خليكم معنا مازال مكملين نشوفوا موديلات اخرين الجديد اللي كاين اليوم. هذا البنات واو الباج ديالو شي حاجه زوينه واعر هذا ما شاء الله الباج بالذهبي غزاله الزواقه هذه البنات. شوفوا لي الطميطه هي اللي واو العدسه العدسه هي العدسه واحد لابغيهم فيها مي يمكنش. شوفوا لي الثوب ديالها رائع رائع. شوفوا لي اللون الذهبي البنات كيفاش شجع غزال ما شاء الله
شوفوا لي على بغيونس كاين الوردة على شكل تاعها ما شاء الله. وكاين الطوب ديالو شوفوا لي الطوب طوب تمشي مع اي لون اي لون ما شاء اي. وكاين هذه العكسه ديالو اللي هي الحنطه خطيره ما شاء الله. تخلي هذا في المخده نص نص اييه شوفوا لي الورده وكاين الكريدي ها الكري ديالو حتى هو شوفوا لي ما شاء الله ها الورده ديالو حتى هو واخا بالنسبه لهذا الموديل هذا خويا عبد الكريم الموديل حتى هو 40 درهم حتى هو 40 درهم شوفوا البنات الجديد بثمن مناسب مناسب كلشي يفرش يعني دائما فين ما كنجي نصور عند افريشه عبد الغني البنات كنلقى ديما عندهم الجديد ديما الجديد يعني تبارك الله راه كتجيبوا تقريبا كل يومين ثلاث ايام كتجيبوا الجديد السواقه اللي خرجت تنجيبوا ما شاء الله عليكم السواقه اللي خرجت نجيبوه اش غندوزوا دابا اش من موديل كاين هذا الموديل على رومي شتي اي هذا رويمي شوفوا لي عشاق الرومي اللي ما تيبغيش الورده كاينه السياب ما شاء الله حاجه زوينه كاين المنقب ديالو اييه هي اصفر صغار وكاينه هذه الورده اللي ما تيبغيش اييه شي بغيش التاج كاينه هذه روميه شي حاجه طوب رومي وشوفوا النواغ البنات ديالو شحال كيحمق ما شاء الله شوفوا لي شوفوا لي البنات شوفوا شي حاجه ديفيرون على داكشي اللي كنشوفوه ما شاء الله زوميليوم شحال غزاله غزاله تبارك الله شوفوا لي الخدمه شوفوا لي يعني داك لابغيونس راها في التوب مخيطه معاه راه ماشي مرشوشه ولا شي حاجه ها نتوما يعني صبني وردي وما تخافي حتى شي حاجه كاين هذا الصح والعمل ما شاء الله هي على شكل وكاين حتى الباج ديالو حتى الباج ديالو اييه ها شوفوا لي فين وينه تبارك الله شي حاجه راه صورت وشي حاجه زوينه شوفوا لي الباج ما شاء الله غزال غزال ما شاء الله الباج تدخلي مع الكرونة ولا الذهبي راه يفتح لك شحال زوينه كيبقى لكم نتوما الاختيار شمن اللوينات اللي غتبغوا تدخلوا معاهم شوفوا لي ما شاء الله كاع اللوينات ديالو غزالين وفي لو شوا في اللوينات البنات شوفوا لي ها نتوما كاين الكري حتى هو شوفوا لي الكري ما شاء الله كيعطي تبارك الله شي حاجه زوينه ها نتوما صالون هماوي بثمن مناسب وكاين هذه هي الخديه ديالو ما شاء الله وكاين في حتى الطوب شوفوا لي الطوب انا تهضروا شوفوا لي وكاين حتى الخديه ديالو هي عشاق طوب طوب اول كيبقى شي حاجه طوب دائما طوب حاجه اولى شوفوا لي شحال من لوين تبارك الله واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه لوينات ما شاء الله اللي كاينين فيه عزلوا تخيروا كيف ما بغيتوا اللي كيعجبو شي لون يجي يقتنيه فوالا توصلوا معاهم في الارقام اللي في الفيديو والثمن 40 درهم حتى هو 40 درهم يلا حتى هذا البنات 40 درهم ما شاء الله اثمنه صراحه غزاله غزاله كلشي فرش ما شاء الله اليوم غندوزو الموديل اخر خليكم معانا شوفوا لي هذا الموديل هذا هذا في شكل المروحه فرفاره شي حاجه بحال هكا شوفوا لي زواقه باقا جديده دي الله هذه زواقه جديده هذه صراحه ماني ما شفتها هو الطوب ديالو على هذا الشكل وكاينه هذه هذا الرماج ديالو هذه حتى الرماج مختلف اللي كنشوفو وكاينه الورده على شكل والورده بطبيعه الحال ما شاء الله غزال غزال وكاين الكري ديالو فيه لوينات حتى هو حتى هو فيه الوان شي حاجه شوفوا لي الكري البنات شوفوا لي الكري ما شاء الله الكري شي حاجه واعره وكاين الرماج ديالو شوفوا لي لابغيونس كيفاش دايره تبارك الله شي حاجه واعره طوب الكري شي حاجه زوينه والورده دائما ديالو ما شاء الله وكاين الباج ديالو الباج شي حاجه واعره شوفوا لي الذهبي اولا الباج هذا الباج بالذهبي شي حاجه واعره ما شاء الله وكاين الرماج هذيك والورده ديالو خلاص ما شاء الله هذا موديل جديد وزواقه جديده شحال الثمن ديالها اخويا عبد الكريم حتى هو 40 درهم يعني حتى الجديد بنفس الثمن ما شاء الله عليكم يلا البنات شي حاجه زوينه الناس اللي خارج كازا سكريني ولو اللي عجبكم والموديل اللي عجبكم وتواصلوا مع الارقام اللي في الفيديو والناس ديال كازا اللي ما قدروش يجيو المحل راه كاين توصيل في كازا حتى هو وتوصيل في كازا والنواحي بالمجان في هذا اللوين تا هو ازرق شوفوا لي شوفوا لي عشاقين البلوغوا ملكي شي حاجه زوينه اييه الازرق الملكي ما شاء الله وكاين الورده ديالو على شكل لوز هذه الورده حاجه زوينه شوفوا لي سواقه رائعه ما شاء الله شي حاجه زوينه على اللي بغى شي حاجه
التواصل حتى هو نفس الثمن 40 درهم. الماتلاسي 3 دي يلا شوفوا لي شوفوا لي ما شاء الله ما شاء الله هذا عاوتاني شي حاجه طب شي حاجه رائعه الثوب ديالو راه غليظ وشي حاجه ثقيله شي حاجه زوينه شي ثقيله 3 دي بومبي البنات شوفوا لي شوفوا لي الثوب اللي تورينا خويا الثوب الظهر ديالو ها انتم بومبي شي حاجه زوينه شي حاجه بومبي هذا دوفاس وقيله شوفوا لي دار دوفاس البنات ما شاء الله الورده ديالو بومبي من جوج جوايج حتى هي شوفوا لي الورده ديالو حتى هي راه يمكن لكم تخدموا بها دوفاس شوفوا لي كاين هذا ها انتم الزواقه هذه ما شاء الله القريبه البرونز هذا جا رائع رائع البنات شوفوا لي زوين بومبي راه من جوج جوايج هنايا بالباج والذهبي هنا شوفوا لي وكاين حتى الباج الباج ديالو شوفوا لي الباج ديالو واش حاجه زوين شوفوا لي لابريونس البنات ما شاء الله بالبرونز شي حاجه هذا بالبرونز شي حاجه طوب وكاين هذه حتى هي الرماج ديالو بحال ما شوفوا لي الرماج ما شاء الله ما شاء الله غزال وكاين الورده ديالو بطبيعه الحال وكيف فيه تاع السيال السيال شوفوا لي السيال حتى هو عشاقين السيال شوفوا لي 3 دي البنات والورده والرماج ديالو بالنسبه لهذا خويا الماتلاسي شحال الماتلاسي 80 درهم 80 درهم 80 درهم شي حاجه زوينه يلا البنات غنبقى لكم 80 عوض ب 100 درهم باش كيفاش تجي شوفوا لي الخديه فاس ورده وتتخدم هاد شوفوا لي ما شاء الله خدمه رائعه في هذا اللون الذهبي في الخديه ايه ما شاء الله عيني عاوتاني في البرونز شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله فاس ورده ورا فاس بحال هذا الشكل ايه حاجه زوينه 80 درهم ما شاء الله 80 درهم الثمن راه تدير 120 درهم بلايص اخرين غيلقاوها ب 120 درهم جو خذوها غير ب 80 درهم فقط شوفوا شحال ناقصين عليكم في الثمن ديال الدراويش الثمن ديال الدراويش اخويا الثمن الجمله ما شاء الله مازال غنكملوا في الماتلاسي يلا ندوزوا لهاد الزواقه هذه الزواقه باقا جديده حتى هذه جديده هذه حتى هي باقي ما شفتهاش شوفوا لي ما شاء الله البنات كيف الباج مفتوح ديالها وهذا الشكل الباج بالبرونز البرونز ما شاء الله الثوب ديالو راه كوفلي شي حاجه مزيانه شوفوا لي بون بيض غليظ ما شاء الله البنات او الظهر ديالو شاو شوفوا لي شوفوا لي الظهر ديالو وكاينه هاد الورده ديالو الورده ديالو هي حتى ما شاء الله شوفوا لي هذه بالبرونز برونز شي حاجه ما شاء الله ما شاء الله الثوب ديالو راه مزيانه فرشو وعاود مشي هذاك شي صبن ورد صبن ورد وكاين السيال ديالو واو شوفوا لي السيال ما شاء الله شوفوا لي الجديد البنات الجديد شي حاجه زوينه شوفوا لي الزواقات اخر ما كاين وكاين الرماج ديالو في هذا الشكل بحال ما هذا الشكل شوفوا لي الرماج هذا خلاص عاوتاني شي حاجه واعره شي حاجه واعره كاين الورده ديالو ما شاء الله هي الخديه شوفوا لي شوفوا لي البنات وكاين الطوب روعه روعه الطوب ديالو ما يمكنش ما يمكنش البنات شوفوا لي الطوب عشاق الطوب الطوب هو اللي تيبقى كيبقى سيدهم هو سيدهم هو الطوب شوفوا لي وكاين الرماج الرماج ديالو اكيد هو الرماج شي حاجه بومبي وشي حاجه مزيانه وفينا الورده والورده ديالو بطبيعه الحال هذا بالنسبه لي الثمن ديالو خويا عبد الكريم هذا حتى هو 80 حتى هو 80 درهم يعني واخا الجديد حتى هو نفس الثمن نفس الثمن 80 درهم يلا خليكم معنا غندوزو موديل اخر غندوزو لهذا الموديل عشاق هذا الموديل هذا اللي كيمشي بزاف بالسقلي هذا بالسقلي ولكن شوفوا لي ما كيطيرش هذاك السقلي ديالو مخيط وفينا وشي هو مخيط معاه شوفوا لي ما شاء الله هذا البنات كيجي شي حاجه رائعه رائعه الورده ديالو راه هي هذه الشا شوفوا لي الورده ديالو راه هي هذه الورده شي حاجه زوينه ما شاء الله البلوسيال ديالو هذا كاين الكري هذا الكري ديالو الكري تاعو بحال ماشي الكري ماشي شي شوفوا لي تبارك الله الورده ديالو هذه هي الطميطه وكاين الورده ديالو شوفوا لي الكري بالبرونز وراس قلي هذا تقلي هذا تقلي كيف ما قلنا راه مخدوم معاه راه ماشي مرشوش ولا شي حاجه الكري على خديه تجي على هذا الشكل ورينا خويا هنا دخلتو معاه الموطا جا خطير شي ولا الذهبي هذا الذهبي هذا
رائع رائع ما شاء الله. باسورد نعاودو نذكركم باللي حتى الخياطه راه متوفره عندهم، وكيف ما قلنا ابتداء من 10 درهم على حساب نتوما الموديل اللي بغيتو وعلى حساب الزواقه ديالها. ما شاء الله شي حاجه روعه. يلا سكريني. وبالنسبه اللي بغات شي موديل الباج ديالو، شوفوا لي الباج اولا الذهبي. واو البنات ما شاء الله هذا شي حاجه زوينه روعه 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 ما شاء الله. وكاين السامبل ورمج اي الرمج ديالو شوفوا لي هذا غزال، هذا غزال غزال البنات باش حاجه مليحه. هذا يطلع صالون روعه ما شاء الله. والورده ديالو خلاص شوفوا لي. وكاين حتى الطوب فيها والتنيش في حتى الطوب. اييه نشوفوا الطوب ديالو. كاين هذه الكاروات الميطه تبارك الله. كاين السامبل ديالو شوفوا لي شوفوا لي اختي الطوب ديالو. شوفوا لي الطوب اختي شوفوا لي ما شاء الله. وكاين هذا السامبل تيمشي السامبل غزال هذا كيجي مرشوش بال ما شاء الله بالذهبي. هاد صغار هاي الخطيه ديالو كيفاش تجي ها نتوما شوفوا لي. تخدم هنا نص كارو نص ورده وفاس ورده عاوتاني شي حاجه زوين. وشوفوا لي فاس ورده خويا عبد الكريم بالنسبه لهذا الثمن ديالو. هذا الثمن ديالو 70 درهم. 70 درهم شوفوا لي عقلوا معايا البنات وسكريني وكل موديل باش ما تلفوش. هذا ب 70 درهم فقط. فيه الكري وفيه الباج مفتوح فيه لوينات ما شاء الله. اييه و 70 درهم فقط البنات. لغلى على مسكين كلشي يفرش اليوم ان شاء الله. اش غندوزو خويا عبد الكريم؟ كاين زواقه عاوتاني شوفوا لي عاوتاني الجديد ما شاء الله. كاين هاد البلوسيير شوفوا لي السيال واو شوفوا لي هذا الاسبرو ديالو. هذا الاسبرو ديالو الثقل لي هذا شي حاجه مزيانه. الثقل لي ديالو شي حاجه مزيان. كاين هاد الورده الورده على هاد الشكل ما شاء الله شي حاجه مزيانه الشيا. ورب الثقل ديما الثقل لي شي حاجه دائما الثقل لي شوفوا لي ديالو شوفوا لي الطوب الطوب شي حاجه واعره الطوب ما شاء الله غزال. وكاين الاسبرو ديالو هذا 3 ديال البنات الاسبور ديالو شوف جات الميطه وش حاجه ما شاء الله ما شاء الله. وكاينه هاد الورده شوفوا لي شوفوا لي الطوب الورده ديالو شي حاجه واعره. وكاين الباج مفتوح هذا شوفوا لي الباج اولا الذهبي مفتوح غزال غزال شي حاجه واعره. هانتوما نحاول نبعد باش تبان لكم هذيك لابغيونس اللي كتبان لينا راه زعما البنات راه مباشره لا علاقه بالكاميرا راه مباشره راه شي حاجه حاجه واعره غزاله ما شاء الله. شوفوا ليا هذا حتى هو الثمن ديالو يبقى ليهم 70 درهم حتى هو 70 درهم وهنا جا غزال مع هاد البغضو اللي دخلوا ليهم ما شاء الله كيدير فين الفاس ورده. وشوفوا ليا هنا الورده ديالو خديه نص نصر شي حاجه واعره كتجي رائعه. هو الموديل الاول دابا وباش باتشي عاوتاني اييه ما شاء الله. كيفيت الكري ديالو اوبن شوفوا ليا الكري الكري شي حاجه واعره شي حاجه ماويه عاوتاني شي الاسبرو ديالو كاين الطلميط شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله كاع الوينات كيحمقوا شي حاجه واعره. الورده ديالو خلاص ها هي يا شكلتها بان ليا فيها البنات واحد النواغ النوار ديالو واحد النواغ ما شاء الله ما شاء الله واعر ما شاء الله النواغ واعره. قبيله شتينا جمعنا قبيله ما طلعش يعني البنات يلا جيت قبيله لقيتهم يلا كيجمعوا له واحد السيد ما شاء الله شي حاجه طوب دايره فيه ما طلعش هذاك زغزال ما شاء الله. شوف ليا هذا الصالون ديالو البنات راه كيجي رائع 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 سكريني واختي سكريني. وبالنسبه للناس اللي خارج كازا الناس ديال كازا جيو المحل ولا حتى هما راه كيديروا لي من ليفغيزون وبالمجان في كازا والنواحي حتى المحمديه بالمجان حتى المحمديه. يلا خليكم معنا وغنوريكم دابا الخديه ديال النواغه البنات مدخلين مع البوغدو ما يمكنش شوفوا لي شحال جا رائع. جمعنا معنا قبيله ديال اييه ديال السيد شوفوا لي ما شاء الله الخديه الكبيره ديالها بالكرونه جا رائع ما شاء الله شي حاجه زوينه غزالة حتى السيال اي ورينا السيال ديالو بالذهبي الشيء شوفوا لي السيال بالذهبي حتى هو شي حاجه طوب شي حاجه زوينه ما شاء الله دير فاس الطميطه بحال ما البنات سكريني. وبالنسبه للناس اللي خارج كازا حتى الموديلات اللي كتشوفوا هكا باش تاخذوا فكره باش اللي عجبها شي موديل تكون سكرينيه وتقول لهم بغيت بحال هذا الموديل هذا
راه كيف ما قلت لكم راه حتى الخياطه راه متوفره عندهم، كيخيطوا ابتداء من 10 دراهم على حساب الموديل. على حساب الموديل اللي بغات فوالا، وراه كيخدموا يعني بالخدمه بروميير شوا البنات ما شاء الله. نشدوا البروميير فوالا ها نتوما، يعني شي حاجه متقونه وتحيه للناس اللي خداو من عندهم من المدن وتبارك الله حتى خارج المغرب، تحيه ليهم. وخلوا لينا لي كومونتير كيفاش وصلتكم السلعه ديالكم. ما يمكنش نساو ليكم حتى للرومي، شوفوا لي الرومي زواقه جديده كيف العاده. اونتيطاش شي حاجه زوينه، اونتيطاش اونتيطاش كاينه هذه التلميطه وكاينه الورد. اييه وبغيتي تدخل عاوتاني السامبل فيه هذا، حتى السامبل متوفر. السامبل توكي بالنسبه لهذا دايرين فيه واحد الثمن اللي زوين بزاف. شحال غادي يبقى اليوم الثمن اخويا عبد الكريم ديال الرومي اليوم ان شاء الله؟ 29 درهم. 29 درهم من الرومي. شوفوا لي وشوفوا لي الزويقات ما شاء الله، كاينين لوينات تبارك الله. شوفوا لي وكاين حتى المطارد ودائما اونتي طاش المطارد ديالو. شوفوا لي المطارد ديالو عنده زويقات غزالين ما شاء الله. شوفوا لي التلميطه ديالو ما شاء الله، وغير 29 درهم البنات. يلا سارعوا سارعوا استفدوا من هذا العرض هذا، ومازالين تبارك الله موديلات وزويقات. شوفوا لي الجديد في الرومي اونتي طاش البنات. شوفوا لي ما شاء الله كاين هذا الزرق ديالو، شي حاجه زوينه الزرق. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله كاين هذه الخديه. شوفوا لي وكاينه التلميطه سام في تلكرون ها. شوفوا لي البوردو عشاقي البوردو الخديه ديالو. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله وكاين حتى السامبل شي سامبل ديالو دائما اونتي طاش شي حاجه زوينه. شوفوا لي صبني وردي وشوفوا لي المطارد حتى هو المطارد والخضر خضر مالك. كاين فيهم تبارك الله لوينات، هذه غير زواقه وحده. شوفوا لي الخضر ملكي مطارد المطارد وفيه الكرونه والزرق تبارك الله متوفر فيه لوينات حتى هذا 29 درهم. يلا البنات حتى هذا غير 29 درهم زواقه جديده وغير 29 درهم البنات. سكريني والناس اللي خارج كازا والناس ديال كازا مرحبا بهم في المحل اللي كيتواجد في الاناسي قصريه باب الاناسي مدخل رقم 6. بالنسبه للمحل ها هو رقم 53 والتوصيل دائما في كازا بالمجان والنواحي. شوفوا لي هاد الزواقه هذه ما يمكنش البنات. شوفوا لي هاد الزواقه شي حاجه رائعه شي حاجه زوينه. كاين حتى الكرونه. شوفوا لي الغوج شي حاجه زوينه غزال هذا الموديل هذا حتى هو البنات فن ما شاء الله. الخضر الملكي حتى الخضر الملكي ديالو الخضر الملكي. هانتوما زويقات البنات اللي ما دايعينش. انا عجبني انه هاد الزواقات هادو ما دايعينش ما كاينينش بزاف. هادو الزواقات الاخر هادو اخر ما كاين اييه. وكاين هاد الموديل هذا كاين هاد الموديل شي حاجه زوينه. شوفوا لي ما شاء الله ها انت اختي ديالو السامبل هو الثمن. شوفوا لي السامبل ديالو هانتوما كيفاش كيجي غزال ما شاء الله البنات. هانتوما اللي عجبات شي حاجه تسكرينيها. شوفوا لي المطارد كاين الاخضر الملكي حتى هو الاخضر الملكي الاخضر الملكي اللي دابا في لا طوندونس. شوفوا لي ما شاء الله دخلوا معاه كخديديات في لا موطارد جيكم كيحمق ما شاء الله الاخضر الملكي. شوفوا لي ما شاء الله راه فيه الوان فيه الوان تبارك الله ما شاء الله. هذا حتى هو الثمن ديالو حتى هو 29 درهم. يلا كلشي غيفرش اليوم ما شاء الله تبارك الله عليكم اخويا عبد الكريم، وشكرا على هاد الاثمنه اللي كديروا زعما صراحه اثمنه مناسبه البنات. العنوان خليته لكم في اخر الفيديو بالتفصيل. مرحبا بالجميع، اي تساؤلات ولا بغيتوا شي موديلات ولا شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. عندها شي موديل فيها الخياطه باغا تصاوب بحالو نصاوبو اييه. صيفط لكم غير الموديل وانتم طيحوا ليها كوبي كول ياك. والخياطه راه متوفره كيف ما قلت لكم البنات ابتداء من 10 دراهم على حساب الموديل اللي بغيتي ديال الخياطه. جميع انواع الخياطه متوفره. وصلنا نهايه لا فيديو البنات، كنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله والى اللقاء. بسلامه اخويا عبد الكريم وشكرا وسمح لينا على الدروينه اللي درنا لك. بارك الله فيك اخويا ان شاء الله اللي في متتبعات من يجيو. المحل كيتواجد في الاناسي هذه البنات قصريه باب الاناسي المدخل رقم 6. انتما هذه المحطه ديال الناسي محطه ديال الترام ديال الناسي من الترام اللي كيجي من ليساسفا كتنزلوا في محطه ديال الناسي بالنسبه للناس اللي غيجيو في الترام الاناسي.
هادي اون فاس معاها كاين واحد الخلا هنايا، ها هو كاين واحد الحمام، وهنا البنات كتجي قصريه ديال باب الاناسي كيف ما قلت لكم، دخلوا مع المدخل رقم 6 غتدخلوا نيشان. ها انتم البنات حتى كتوصلوا للمحل رقم 53 كتدخلوا من باب القصريه نيشان، يبان لكم المحل رقم 53 هو هذا افريشات عبد الغني.